إذن أعزائي المشاهدين، السلام عليكم. معكم بسكر عبدالكريم من قناة ألجيريا إيكونومي دي زد. إذن اليوم جئناكم بفيديو جديد حول الدراجات النارية. سوف نعطي تعريف لأول شركة سوف نقوم بتعريفها في القناة. أظن أن هناك حوالي 14 شركة جزائرية تقوم بتركيب وتصنيع الدراجات النارية، ولكن اليوم سوف نقوم بتعريف أول شركة وهي شركة في ام اس مقرها ولاية بجاية. سوف نقوم بتعريف الشركة وكيف انتقلت من الاستيراد الدراجة النارية إلى التركيب، ومن التركيب انتقلت إلى تصنيع بعض أجزاء الدراجات النارية. إذن البداية كانت سنة 2010، كانت الشركة متخصصة فقط في استيراد الدراجة النارية. بعد ذلك انتقلت سنة 2014 إلى تركيب الدراجات النارية، وكان ذلك طبعا مع شركة أجنبية، شركة صينية متخصصة في التركيب. وسنة 2018 بدأت في صناعة بعض أجزاء الدراجة النارية من بينها الهيكل وغير ذلك، وكذلك انتقلت بعدها إلى صناعة الهيكل الخارجي أو تصميم الخارجي للدراجة النارية، وكان ذلك طبعا مع شركة إيطالية متخصصة في التصميم. إذن فقط نعطي بعض الصور وكذلك منتجات الشركة في ام اس المتخصصة في تصنيع وتركيب الدراجات النارية. إذن وصلنا إلى نهاية الفيديو، كان معكم بسكر عبد الكريم من قناة ألجيريا إيكونومي دي زد.